بحب لغات الإشارة جدا وبحب الصم البكم جدا، فتعلمت من صغري إن أنا اتعلمت لغة الإشارة في الكنيسة. طبعا في أمين خدمة مسؤول عن الكنيسة أبونا أبراهام، وتصوني حنان هي اللي علمتني لغة الإشارة. كمان في إحنا بنطالب إن في كل مكان يبقى في شخص مسؤول عن الصم البكم، يكون في شخص مسؤول عن لغة الإشارة في كل مكان حكومي عشان يفهم الصم البكم لما يروح أي وظيفة أو يحتاجوا أي حاجة من الحكومة، يبقى في واحد شخص مسؤول يقدر يفهمهم ويقدر يتعامل معاهم عشان هم عايزين حد يفهم اللغة بتاعتهم. أنا بوجه رسالة لكل الناس إنهم يعاملوا أي شخص معاق يقابلوه في أي مكان، سواء صم بكم أو إعاقة حركية أو إعاقة بصرية أو أي إعاقة، إن هم يعاملوه كشخص عادي طبيعي جدا زيه زي أي حد، عليه حقوق وعليه واجبات يعملها، محدش يسخر منه، محدش يضايقه، محدش يقلل من قيمته في أي حد. إحنا بنطلب إن إحنا أي إنسان معاق في الدنيا ما يتكسفش أبدا من إعاقته ويقعد في البيت وما يطلعش يبقى دايما مكسوف من إعاقته من شكله من منظره، لا، إحنا بني آدمين طبعاً جدا ممكن نعمل حاجة تفيد البلد، فمهم إن إحنا نساعد الناس زي ما إحنا تساعدنا، زي ما في ناس ساعدتنا وإحنا صغيرين عشان نكبر وكده، لازم إحنا كمان نساعد الناس ونقدم خدمة ونساعد أي حد محتاج يعني أي حاجة. ما نقعدش نقول إحنا مواقفين إحنا مش قادرين نروح، لا، نسعى إن إحنا نتعب ونروح نخدم يعني في أي مكان. وأنا قدمت على العربية الخاصة بالمواقفين مرتين، مرة في مصر قبل المجلس العام ما يتفتح هنا في سوهاج وقالوا لي حالتك لا تسمح يعني، ومرة قدمت هنا في سوهاج برضو والحالة قالوا لي لا تستحق، فأنا مش عارفة ليه. ناشد المحافظ وكافة المسؤولين عن العربيات المجهزة خاصة بالمعاقين انهم يسهلوا الشروط على كل المعاقين انهم ياخدوا عربية، ما دام هو معاق وعنده اعاقة واضحة حركية او كده، فما دام هو عنده اعاقة واضحة فعلا يبقى يستحق العربية دي ياخدها.